لسه مكملين في الاكشنز بتاعه البيتا بلوكرز، ودلوقتي هنتكلم عن الاكشن بتاع البيتا بلوكرز في حاجه مهمه جدا جدا، وهي في الهارت فيلير. ايه هو الهارت فيلير؟ هارت فيلير ضعف عضله القلب، عضله القلب ضعيفه ومش بتبمب كويس، وبالتالي ده مخلي الكاردياك اوت بوت قليل اللي طالع للتيشوز. طيب هل البيتا بلوكرز حلوه ولا وحشه في الهارت فيلير؟ حلوة ولا وحشة في الهارت فيلير؟ طب تعالوا نبص كده، احنا عندنا الهارت فيلير عضلة القلب ضعيفة، وبالتالي مين قليل؟ كاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت القليل معناها ان الضغط عالي ولا قليل؟ معناها ان الضغط قليل، لو بلاد بريشر. طيب لما الجسم يلاقي البلاد بريشر قليل بيبدأ ان هو يحاول يكمبنسيت. الجسم ما بيشوفش قدامه غير لما البلاد بريشر يقل ان هو عايز يزوده، هو عايز يزوده. طيب فبالتالي الجسم يعمل ايه علشان يزود البلاد بريشر؟ مين السيستم اللي بيزود الضغط؟ السمباثيتك نيرفس سيستم، وبالتالي يزود الافكت اوف سمباثيتك نيرفس سيستم. طيب سمباثيتك بيعمل ايه؟ السمباثيتك بيشتغل بالادرينالين والنور ادرينالين، تلاقيه راح على القلب وعمل ايه في الهارت ريت مثلا؟ زود الهارت ريت. طيب سمباثيتك نيرفس سيستم كمان يعمل ايه بالبيتا 1 اللي موجوده على الكيدني؟ يزود رينين، والرينين وراه انجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 بالايس او انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 بالايس يبقى انجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 يروح على البلود فيسلز ويعمل فازو كونستريكشن، وده يرفع الضغط. ما انا عايز ارفع الضغط. طيب كمان الانجيوتنسين 2 ده كان في اخرته ايه؟ ده رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. ففي الدوستيرون، الالدوستيرون فيه ايه؟ صوديوم ووتر ري ابزوربشن، فالووتر فيه ايه؟ الميه اللي حصل لها ري ابزوربشن، فالميه اللي في الدم زادت، يعني كأن البلاد فوليوم زاد. طيب ما هو البلاد فوليوم ده، بلاد فوليوم ده انا دلوقتي عندي في القلب بيبمب البلاد في الارتريز، وبعد كده يرجع البلاد عن طريق الفينز للقلب. ما هو لما يرجع للقلب انا كده عندي الفوليوم بتاع البلاد اللي بقى راجع للقلب بقى كتير، ده اللي احنا بنسميه فينس ريتيرن، اللي راجع للقلب عن طريق الايه؟ الفينز، ده زاد. وبالتالي لما يزيد يبقى انا بقيت في اللفه دي كلها بعمل ايه في القلب؟ بسبب زياده السيمباثيتك اللي وصلت لي ان في زياده في ووتر ري ابسوربشن، وفي بلود فوليوم زياده، دي فرقت معايا في ايه او ضرتني في ايه بقى؟ ضرتني ان الفينس ريتيرن او اللود اللي على القلب زاد، بقى رجع له دم كتير. فلما رجع له دم، كتير يبقى يحتاج قدرة أكبر علشان يبمب البلود اللي راجع له بكمية كبيرة دي. وهو أساسا قلب ضعيف بسبب الهارت فيلير، عضلة القلب ضعيف، فتتعب أكتر، يبقى بالتالي هنا البلود فوليوم ده بيمثل لود على القلب، بنقول عليه بريلود. بريلود يعني لود قبل ما الهارت يبمب في الأرتريز، قبل ما الهارت يبمب في الأرتريز. طب ما هو الفازو كونستريكشن ده عامل حاجة تانية، مخلي الأرترز اللي من القلب بيضخ فيها الدم دي ضيقة، مزود البريفرال ريزيستنس. الإيه؟ ريزيستنس، يعني القلب بقى بيضخ دم في أوعية مقفولة أجينست ريزيستنس، وبالتالي الحتة دي بسبب الفازو كونستريكشن في الأرترز دي بنسميها افتر لود، اللود اللي بعد ما القلب اللي هو ايه اللي بيقابله القلب علشان ايه يضخ اجينست الايه في الشرايين. يبقى انا عندي زودت بري لود وزودت افتر لود، اللود ده لود على ايه؟ لود على الهارت. يبقى الكومبنساتوري ده، دي كده كومبنساتوري ميكانيزم عمله الجسم بسبب لو كاردياك اوت بوت حصل بسبب هارت فيلير اللي نتج عنه لو بلاد بريشر، والجسم ما شافش اي حاجه في القصه دي غير البلاد بريشر قليل وعايز انا اعليه، فزود سيمباثيتك، زود لي افتر لود بفازو كونستريكشن، وزود لي بري لود ببلاد فوليوم.
هل اللفة دي كلها الميكانيزم ده حلو في الهارت فيلير ولا وحش؟ لا ده وحش في الهارت فيلير وانا ما احبوش، لانه زود لي اللود اللي على القلب وسوق الموضوع اكتر، كل ده علشان انقذ البلاد بريشر. اذا الكومباساتري ميكانيزم اللي عمله الجسم مش حلو. طيب تخيل ان انا في هارت فيلير مدي بيتا بلوكرز، تعمل ايه في اللفه دي كلها؟ بيتا بلوكر باختصار از اسيمباثوليتيك، هتقلل الحته دي، فكأن الكومبنساتوري ميكانيزم ده هي بتضربه، تيجي هنا وتضرب هارت ريت، بتقلل هارت ريت صح. ما هو الهارت ريت ده اساسا لما زاد هو نفسه زود شغل القلب وزود الاكسجين كونسامبشن وضعف القلب زياده، فايه قللت هارت ريت. جت هنا عملت ايه في الرينين؟ قللته، وبالتالي البلاد فوليوم عندي اللي زاد بسبب كل الرينين انجيوتنس او السيستم ده قل هو كمان. وبالتالي البيتا بلوكرز تبقى حلوة ولا وحشة في الهارت فيلير؟ تبقى حلوة في الهارت فيلير، بس خلي بالك مش على طول. ليه؟ ما هو الهارت فيلير أساسا أصله إيه؟ ضعف في عضلة القلب. هي البيتا بلوكرز تعمل إيه في الكونتراكتيليتي أوف ذا هارت؟ تقللها، فإذا هي ممكن تبوظ أكتر الهارت فيلير. طب هستخدمها ولا ما استخدمهاش؟ قال لك هستخدمها، بس هستخدمها بدوزس قليله اقل من اللي بستخدمها في الانجينا والهايبرتنشن والاريثميا. ممكن استخدم هارت في الهارت فيلير، واستخدم انواع معينه من البيتا بلوكرز، ولقوا ان هم 3 اللي بيستخدموهم في الهارت فيلير، وهم ميتوبرولول، بيسوبرولول، وكارفيديلول. ميتوبرولول، بيسوبرولول، كاربيديلول، 3 دول هما اللي انا بستخدمهم في الهارت فيلير من البيتا بلوكرز علشان بيقللوا الكومبنساتوري ميكانيزم اللي بيحصل. طيب بيتا بلوكرز ايه تاني اكشنز مهمه ليها؟ احنا اتكلمنا عن كارديو فاسكولار واي وميتابوليزم، واتكلمنا دلوقتي عن هارت فيلير. ايه رايك في البرونكاي؟ بيتا بلوكرز تعمل ايه؟ برونكاي عليها بيتا 2 ريسبتور، بيعمل برونكو دايلاتيشن، قفلته، اعمل برونكو سبازما او برونكو كونستريكشن، وده يخلي البيتا بلوكرز سبيشالي نون سيلكتيف، نون سيلكتيف كونترا انديكيتد ان برونكيال ازمة والكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، بسبب افكت بتاعهم على ان هم بيعملوا برونكو كونستريكشن، بان هم بيقفلوا البيتا 2 اللي موجودة على البرونكاي.